بشأن أوضاع النازحين مشاهدينا الكرام، معنا هاتفيا من عمان محامية الناشطة الحقوقية سيدة إيناس زايد. مرحبا بك. إذا نبدأ من هيومن رايتس ووتش التي ذكرت أن النازحين يعيشون في جحيم في المخيمات التي تكاد تكون سجنا. كيف تقرأين أوضاع اللاجئين وما المانع من عودتهم إلى مناطقهم بعد مرور أكثر من عامين على انتهاء الأعمال العسكرية؟ نعم، مساء الخير لكم جميعا المشاهدين. يعني أزمة النازحين اليوم تزيد تفاقم وتزيد يعني سوءا يوما بعد يوم من خلال ما تشهده تلك المناطق من انتهاكات وأيضا من إهمال من قبل السلطات العراقية. واليوم نشهد تجبر وتسلط من قبل الميليشيات المسلحة من أجل خلق أزمة أمنية واجتماعية في المناطق التي يقطنها النازحين، وهذا الأمر الذي يعني لا بد من أن يتم الوقوف عليه وعلى أسبابه، وأيضا تحمل المسؤولية تجاهه من قبل الحكومة العراقية بالدرجة الأولى ومن قبل القائمين والميليشيات المسلحة بحد ذاتها، لأن يعني المستفيد من وراء خلق هذه الأزمة الأمنية والاجتماعية كما ذكرت في المناطق التي يعني أيضا كما يتم رصده هي مناطق سلمية، يعني هذا الأمر لا يخدم بالمطلق لا الأمن واستقرار العراق ولا حتى يعني المفهوم مفهوم دولة القانون الذي يجب أن يسود الآن في العراق والذي يعني نتمسك فيه، لكون كما ذكرت السلطة الآن السلطات هي الحكومة العراقية وهي التي من الممكن أن تحكم القبضة الأمنية بشكل أكبر، ومن شأن يعني إحكام هذه القبضة أن يعني يجعل السكان والنازحين في مأمن من هذه الانتهاكات وهذه التعديات غير المبررة. ولكن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت عدم استطاعة النازحين من العودة إلى مناطقهم بسبب التهديدات من بعض الميليشيات التي يتلقونها يعني النازحون. أين دور القضاء مما يحدث؟ يعني القضاء منذ فترة يعني غير بسيطة يعني لنقل دوره أصبح معطل بسبب عدم وجود جدية في النظر في انتهاكات حقوق الإنسان وأيضا في اختراقات القانون وأيضا الجرائم المرتكبة في العراق بشكل عام. هناك يعني حالات تم رصد فيها تسييس للقضاء والأحكام القضائية، وهذا الأمر يعني جعل هناك فجوة ما بين الشعب وما بين السلطة القضائية بحيث لم يعد هناك ثقة ب الحصول على الحق او استرجاع الحقوق من خلال القضاء، وهذه ازمه حقيقيه تضاف الى مجموعه الازمات التي يمر بها العراق اليوم. عندما نتحدث عن المرفق القضائي نحن نتحدث عن مرفق خام ومرفق اساسي في الدوله، وعندما نتحدث عن فقدان الثقه في هذا المرفق فنحن فعليا نتحدث عن انهيار المنظومه القضائيه والقانونيه وتشجيع استيفاء الحق بالذات، هذا الامر الذي لا نريد ان نصل اليه في ظل دوله قانون كدوله العراق. إذن أمام هذا التغيير في التركيبة السكانية داخل العراق، لماذا لا نرى تدخلا أمميا مع وجود بعثة أممية تعد تقارير دورية في داخل العراق؟ ألا ترين أن هناك تعمدا لإبقاء الأمور على ما هي عليه؟ يعني لا، يعني كان هناك العديد من المطالبات للتدخل الأممي ولتدخل المجتمع الدولي من أجل حل يعني ما يحدث في العراق، ولكن على ما يبدو بأن الأمم المتحدة ترى بأن يعني الملف العراقي ليس من ضمن قائمة الأولويات التي يجب طرحها ومعالجتها. يعني هناك دائما ملفات أخرى تناقش وتوضع على الطاولة، وأيضا يعني لا يتم أخذ حلول فيها بالسرعة المطلوبة. ولكن بالعودة إلى الملف العراقي فنعم، يعني هناك مماطلة وهناك تعمد لإبقاء الوضع إلى على ما هو عليه، مع العلم أن هذا الأمر لا يخدم أي طرف من أطراف الموجودين في العراق، وأيضا لا يخدم يعني أهداف الأمم المتحدة بتحقيق السلم والأمن الدوليين، وأيضا جعل هناك استقرار من أجل يعني السكان الموجودين على أرض العراق. لذلك يعني لا يفهم موقف الأمم المتحدة وموقف المجتمع الدولي من الصمت المطبق على ما يحدث في العراق من انتهاكات وأيضا من يعني تجاوزات من قبل الحكومة العراقية، ولكن هذا الأمر نحن يعني نشدد عليه، نشدد على وجود
أولا محاسبة ومساءلة داخلية وتفعيل لأدوات المحاسبة والرقابة داخل العراق، ومن ثم الانتقال إلى أدوات المحاسبة والرقابة الدولية بدءا من الأمم المتحدة وانتهاء بمجلس الأمن. شكرا جزيلا لك من عمان هاتفيا المحامية والناشطة الحقوقية سيدة إينا زايد.